وهذه الخلفة ما شاء الله من استعمال شهرين فقط، كيف ما كتشوفوا. فيرمو قال البنات من أحسن المراهم اللي كتصنف كمضاد فطريات بالنسبة لفروة الرأس، وفي نفس الوقت كتساعد في علاج تساقط الشعر وبناء شعرة جديدة صحية، بحكم أنها كتكون من مواد كتحافظ على الدهنيات والميكروبات النافعة اللي كتكون عندنا في فروة الرأس، لأنها كتعالج وكتغذي الفروة ديال الشعر ديالنا. فقط كيديروها الناس اللي هما من 4 سنوات وما فوق، ماشي أقل. كيف مشتوني أنا كنديرها بيدي، كنعصر وكان نحك هكا بطريقة خفيفة على الفروة ديال الراس، ما كنخففهاش لأني أنا متعودة عليها. لكن بالنسبة لطريقة الاستعمال الصحيحة، تناخدو قياس ديال معلقة كبيرة من الجيل فيرموغال، كنخلطوه مع شوية ديال الماء دافي، يكون شوية دافي باش كنخففوه، ما كيبقاش مركز، ما كيبقاش قوي. ثم كننشقق به الفروة ديال الشعر كيف ما كندير أنا دابا. شوفوا البنات، شوفوا كيف ما كتشوفوا الخلفة، بسم الله ما شاء الله، فقط من استعمال شهرين من فيرموغال. هذا استعمال ديال شهرين ماشي أكثر، شهرين كنديرها مرة حتى جوج المرات في الأسبوع. إلا أنا غنستعملها كعلاج لتساقط الشعر أو لتكتيف الشعر، كنستعملها مرة حتى جوج المرات في الأسبوع فقط لا غير. إلا أنا غنستعملها مثلا لولدي، لبنتي، لشي واحد مثلا عنده فطريات في الشعر مثل القمل، مثل السيبان، وهادشي هذا كله احنا كنعرفوه، كنديرو فروة الرأس مع الشعر كامل بالطول كامل. هذه هي الحالة الوحيدة اللي احنا كنقدروا اننا نديروها في الطول ديال الشعر كامل، ما تنقتصرش على فروة الرأس فقط. وغنقول لكم اهم نقطة الاخوات، ان جيل فيرموغال راه ما كيطول الشعر، ماشي واحد العصا سحرية احنا غنديروها لراسنا وغادي يطول لنا شعرنا، الا لكنه بما انه كيعالج فروة الرأس من الفطريات، طبيعة الحال غيتحفز الأكسجين عندنا في الفروة ديال الرأس، غتولي عندنا دورة دموية بشكل سليم، فوقتها غتطلع شعرة اللي هي صحية قوية ماشي ضعيفة، كتنكسر معانا وبطبيعة الحال كتطيح بسهولة. فإلا احترمنا طريقة الاستعمال السليمة والوقت اللي احنا كنديرو فيه المرهم، يعني على حساب الطلب ديالنا، هل احنا باغين علاج لتساقط الشعر وتكتيف او باغين علاج للفطريات، هذا عنده نظام ووقت وطريقة معينة، والتاني عنده نظام ووقت وطريقة معينة، راه انا شرحتها كاملة، راه انا وقتها غادي نشوف نتيجة مرضية. اهم نقطة غنصحكم بها الاخوات، اي علاج درناه راسنا بغينا ان فروة الرأس تستافد منه أو بوصيلة الشعر تستافد منه، خصني ننزل رأس القدام وندلك بطريقة دائرية باش كنحفز الأكسجين، الطريقة الوحيدة اللي كتحفز بها الأكسجين في رأسنا، وكنقدروا أننا نوصلوا الدم لفروة الرأس هو مني كنقلبوا رأسنا القدام وكنبداو ندلكوه. فأي مادة أنا حطاها في رأسي غادي تستافد منها فروة شعري وغادي تشربها، فغلق نتائج مرضية أحسن بالنسبة ديال 100%. دلكت الفروة ديال راسي، نجمع شعري، نغطيه بواحد الكاب ديال البلاستيك، ثم نحزمه بالزيف باش المرهم ما يطيحش ليا على عينيا. وهذه من ضمن الأسباب اللي كتخليني ما نخففش فيرموغال بالماء، لأنه كتولي كتسيل ليا على عينيا وكتحرقني. فغطينا راسنا بالكاب، غطينا راسنا بالزيف، كنخليوها ساعتين فقط لا غير، ما كنطولوش الأخوات أكثر من ساعتين، لأني لا طولت أكثر من ساعتين كدير ليا الدوخة في راسي. إلا مشيت حتى نعست بها، بحال كيف كنشوف شحال من فيديو في اليوتيوب كيقول لك كنعس بها باش كتعطيني نتيجة، لا غلط. إلا مشيت حتى نعست بها، حنا في نعاسنا ما كنعرفوش راسنا اشنو كنديرو، لا حركات ولا اي حاجة، لانه كيف ما كنقولو النعاس خل موت. هذيك البومادة نقدر نحك راسي ونلمس عينيا، ها شنو غنوليو؟ نوليو اننا معالجين بلاصة ومجملينها وكنأثروا سلبا وكنمرضوا بلاصة اخرى اللي الله يستر تقدر انها تعالج ولا ما تعالجش. نقطة مهمة حبيت انني نشير لها اخوات، ان فيرموغال ولا اي وصفة كيف ما بغات تكون ما كتعالجش الصلع الوراثي، الطبيب هو الشخص الوحيد المخول انه يفيدك في النقطة هذه، واحيانا حتى الطبيب ما كيقدرش انه يعالجه، فما ترميش اللومة على واحد الوصفة او واحد الخلطة او واحد الزيوت او واحد المنتج انتي درتيه وما عطاكش النتيجة. فالشخص الوحيد المخول انه يفيدك في النقطة هذه هو الدكتور ديالك.
زيادة على نقطة أخرى، إلا عندك تساقط حاد خاصك تشوفي الطبيب، إلا يكون عندك نقص في الفيتامينات أو المعادن في ذاتك الداخل، فتا شي حاجة على برا ما غادي تفيدك حتى لو شو ما ديري من وصفات. فهاد النقطة هي الطبيب هو اللي غيقدر يفيدك فيها. ما عندكش نقص في الفيتامينات والمعادن، راه أي حاجة غديريها في شعرك أو للبشرة ديالك غادي تفيدك وغتعطيك النتيجة اللي غتكوني راضية عليها. وصلنا لنهاية الفيديو، أي شخص استفاد من أي فيديو في القناة ما ينساش الاشتراك، لايك، تعليق محفز لدعم المحتوى، وشكرا للمشاهدة.